يعني ايه تالت مرة اشحن باقة في اسبوع واحد؟ من فضلك راجع اشتراكي تاني اوعى تقولي افتح الراوتر واقفله تاني، هو كده اكيد في حاجة غلط. طيب انا عايز اعمل شكوى، ده من حقي كعميل. بس دي كده تبقى الشكوى 47 يا فندم. ان شاء الله تكون الشكوى 147. ومش من حقي، مش هفتح الراوتر ولا اقفله تاني. مالك يا حاج متعصب ليه؟ تالت مرة اشحن الباقة وتخلص تاني يوم. ما يمكن عشان كلنا بنفتح التليفونات يا حاج. طول عمر البيت في ناس وعمر الباقة ما خلص. اكيد كلب البحر اللي جوه شغال تحميل فيديوهات وخارب على تيك توك. لا يا حاج، بتهيألي بنت شروق فاتحة مسلسلات وخربة الباقة لايفات. طب قول لهم يخف شوي بدل والله اشيل الراوتر اقعدوا طول عمرهم بدون نت. مين العيال اللي على السلم دول؟ عيال المنطقه كلها قاعدين على السلم وعاملينها قهوه. مش عارف والله يا بابا. ولا انت تعرفي يا ست هيفا؟ لا يا بابا يا حبيبي مش عارفة، اسأل ماما لا يكون شفتهم هنا ولا هنا. ده صحابي يا بابا، عيال السلة بنلعب روبلوكس. دول كلهم بيلعبوا روبلوكس؟ ودول كلهم اصحابك انتي؟ ومننا تعرفت على دول كلهم؟ حالتي تعرفيهم امتى وفين؟ عادي يعني، انا عاملة جروب في الفيس لعيال الشالة قاعدين على السلة وبيلقطوا واي فاي. طبعا يا بابا عرفتي منين؟ طبعا انت اللي مديهم الباسورد. انتكي جدا يا فكرة، واللي بخته تخلص تقولي انا هتاك. بس ما تخافش، انا قلت لهم ده السم وحتى بالاماره اسمه اللقب السلي يعني سل موزع الرقم في الشارع كله. عزم عيال الحتة على الباقة بتاعتي. ايه يا بابا ايه يا عزم؟ دي هي دي سندوتشات؟ ده رقم. وبعدين ما تزعلش النت فصل تاني اهو. ايه بقى ما شاء الله النت ده؟ العيال كل شوية لما اجي اموت يفتكروني انا اللي فصلت النت ده، وبيمسكوني على السلم بيضربوني، وبيمسكوني على الفيس بيروقوني. ده انا هنفخر. وانا مالي انا؟ العيال دول ما اعرفهمش، تلاقيهم صحاب ماما واختي. انا ايه؟ انا اسفه يا بابا، نزلني يا بابا، مش كنت عارفه اي حاجه. نزلني يا بابا، سامحني. اسفه اسفه يا بابا، مش هعمل كده تاني. انا اسفه انا اسفه، نزلوني. خلاص نزليني. قالك نزليني.